والله حديقة كبيرة. هي اسمها حديقة غولهانة. هون سباحة ما في يابا هون. أنا كثير سريعة. أبي خلينا عم نلعب. قويها قويها ردوا. سلام. ليش عم تلفت يمين وشمال؟ والله يا اخي ده يا اخي. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. تعالوا. Acısızlar eskisi limon yeşillik olsun mu? Evet. Okula az kaldı çocuk adam. Neyse, ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Evet. Benim de heyecanım yükseliyor yavaş yavaş. Aç poşeti, sıkı tut, önüne bak lütfen çocuk adam. Parti mi?
kardeşim burada. Evet. Çocuk adam sen acı sever misin normal mi? Acısız. Nereskesi limon yeşillik olsun mu? Hepsi. Bak buraya beni takip et lütfen yeter mi? Yeter mi? Yeter. Niye konuşmuyorsun? Yoksa sana bütün acıyı basardım ha. Aç poşeti, skotut önüne bak çocuk adam. Ümit, ekstra çifte başla buraya. Tut elimden dürümü. Tut. Teşekkür, teşekkür ederim. Ekstra çifte başla, açılın. قدين ما شاء الله شو صوت حلو ما كنتي فيهم كان الايام ورطه كان الايام ورطه شلون كان يمشي والله حلو شوي 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 الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله طبعا هذا سوق لبيع بيبيك الاطفال مؤلف من 6 طوابق تقريبا طابق ارضي ناقص 3 ناقص 2 وطابق اول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس طبعا في كل حاجيات اللي يعني اللي بدها المراه لكن طبعا انا ما بعمل دعايه فقط انه فتنا صلينا جوا فحبيت انه اعطيكم فكره صغيره بس